من هو السيد سبحت الله؟ وكيف أتى إلى دولة الإمارات؟ وكيف سوى تأسيس بزنس خاص فيه؟ الحمد لله، انا ايدي حاليا 22 سنه داخل ما الامارات. شاء الله الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. انا اول قول في سكر من الامارات. نعم. انا اول ايدي مال اقامه مال طباق داخل البيت، بعدين انا في تهديد اقامه مال مقبس. انا استاذ مال كبوس، بعدين انا ايدي مال خياط مال شابيه، انا سيلز مان. بعدين انا في بطلت الحمد لله 2004 خياط شعبية. الحمد لله الحمد لله، شكل في الزين كله في بدا في مال كترة مال شماك مال أغال مال كفية مال وزار مال فانيلا كلهم الحمد لله. خياط مال انا في زين، قماش زين الحمد لله. انا في هترة مال افراد مال الامارات الحمد لله. الحمد لله كله شباب انا اعرف. انت 22 سنه داخل دوله الامارات، انت اكيد سمع عن الشيخ زايد رحمه الله. ايوه، انا في شوفت شيخ زايد واحد مره. حلمت كلام عن الشيخ زايد. شيخ زايد انا واحد مره في شركتنا الشعبيه، انا شوف داخل سياره، يا الله، انا وقف مال شارع يجي سيارة وفي سلام، يا الله. هو في إنسان متواضع جدا الحمد لله، شيخ طيب حب زياد. أنا في شوف داخل الكمبيوتر على طرف قدام في موجود، يا الله، بابا زايد رحمة الله عليه. الحمد لله. شوف هذا فيلينج تو ماتش. أيوه فيلينج تو ماتش فيلينج. رحمة الله عليه الشيخ زايد، هو شيخ إنسانية، شيخ المحبة من الكل. شيخ زايد يعني هذا ابو الانسانيه. انسانيه الحمد لله. خلينا نتكلم عن الخدمات. انت اليوم داخل محل ما شاء الله، انت شو يقدم خدمات؟ انت شو يقدم للزبون؟ انت شو في موجود كله؟ كله في الحمد لله، في قماش، في قندوره قماش، في الحمد لله في كلهم قماش في موجود ما شاء الله. الحين في داخل السوق اي قماش يمشي كلهم في الحمد لله في موجود، كله بدا في موجود ما شاء الله. غطرة، أقال، مال كفية، مال قندورة، كل مستلزمات. أيوة. أكيد دعمة أمن وأمان يخلي الإنسان في تطور في نجاح. كيف أمن وأمان داخل دولة الإمارات؟ أنت شوف كيف دولة أمان؟ الحمد لله. أنا في هب، أنا في هند، بلاد مال أنا هند صح، كيرلا. كيرلا أيوة. بعد في أنا شفت هب إمارات، هب كلهم كيف نفرات احترام اكيد داخل الدنيا السوري. احترام الحمد لله، في احترام، احترام موجود اي مكان يدرو في مال الحكومة كلهم الحمد لله احترام. عيش شكل يريد في رخصة مال جوازات مال امول مال كلهم الحمد كل لله احترام. دولة الامارات في حب زيادة. ايوه، لانه يحترم جميع جنسيات. ايوه، انت الناشوناليتي مين مكان، ما في تشينج، ما في تشينج هذا كله واحد صحيح كلهم واحد.
لو نتكلم عن شيوخ دولة الإمارات والبطاقة شكر من بابا زايد للشيخ خليفة وجميع كل كلهم الحمد لله. بابا زايد أنا أهل فين أربعنا في بطلت محل الحمد لله، مال شيخ خليفة شيخ محمد كلهم الحمد لله قانون الحمد لله كلهم مية مية الحمد لله. أنا كيف أقول أنا ما أقدر كله. هو الصوت مال أنت، مشاعر مال أنت، فيلك مال أنت، كله ما شاء الله يوصل مال المشاهد. مرحبا بالسجور المخلصين قابلين الوطن صانعات رامة قدرهم عندي. طبعا وإحنا من شاشتنا بنوجه رسالة إلى حكامنا الشيوخ دولة الإمارات، حفظ الله الأرض والوطن وقائد الوطن أرضا شعبا وحكومة. سبحة الله، في كلمة يحب يحكيها عن دولة الإمارات؟ أنا في حب شيخ خليفة شيخ محمد، كل شيخ محمد من دبي، محمد بن راشد، محمد بن راشد نعم. الحمد لله حب كبير كبير. صحيح صحيح. أنا ما أقدر تكلم. 22 سنة أنا في داخل الإمارات. يا الله. كل أنت شغل داخل دولة الإمارات، أنت حياة داخل دولة الإمارات، أنت كل سنين داخل دولة الإمارات، كل هذا يعني محبة. أيوة. حب حب. كيف الحين أولاد ملانا كله أكل وين يجي داخل الإمارات؟ يا سلام يا سلام. 48 عمر ملانا نوس داخلين نوس مال الإمارات الحمد لله. هذا الحين في راحة. أنت في راحة وفي داخل دولة الإمارات يعني حب وراحة مال القلب. أيوة. لأنه حق موجود، كله موجود، كله موجود، واحترام موجود ما شاء الله. الحمد لله. شو يريد واحد إنسان موجود داخل الإمارات؟ شكرا لك. الحمد لله. شكرا 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 زيادة. شكرا. كيف انا كبر؟ شكرا شكرا زيادة. طب في المستقبل ان فيوتشر ان شاء الله، انت شو يريد يطمح، انت شو يسوي ان شاء الله في المستقبل داخل دولة الامارات؟ انا خلاص الحين انا في ولد ما انا في موجود نعم ان شاء الله، هو في اجلس ان شاء الله ان شاء الله. انت يصير ان شاء الله في بزنس ثاني ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك في العين، ان شاء الله نشوفك في دبي، ان شاء الله نشوفك في الشارقه. انت يستاهل كل خير. ايوه الحمد لله خير ما شاء الله.